رحلة طويلة تمتد إلى آلاف الكيلومترات، تأتي من خلالها أسراب من الطيور المهاجرة بحثا عن محافظة مسندم التي تزخر بالتنوع الإحيائي والبيئي، مما جعل مسندم قبلة للطيور المهاجرة، حيث أصبحت تحتضن العديد من الطيور المتنوعة، سواء أكانت الطيور التي تتخذ من مسندم موطنا لها أو تلك التي تهاجر وتأتي لسواحلها بشكل موسمي. ومن بينها طائر الغاق السقطري أو اللوه كما يسمى محليا. تقوم إدارة البيئة بمحافظة مسندم حاليا بعمل مسح ميداني لمتابعة وتوثيق بيانات شاملة عن هذه الطيور ومواسم هجرتها وأماكن تواجدها والأعداد اللي تقوم بزيارة المحافظة خلال هذه الفترة. طبعا هناك مراقبين ميدانيين يعملون بشكل دوري في الميدان لتوثيق هذه البيانات، ويقومون بزيارات ميدانية في المناطق ابتداء من سواحل ولاية بوخا إلى ولاية دبا في محافظة مسندم. إذ يعد طائر الغاق السقطري أو غراب البحر من الطيور المائية التي تهاجر إلى سواحل محافظة مسندم في فترة الصيف نتيجة لتوفر أسماك السردين في المناطق الساحلية لمحافظة مسندم، وتتمركز في تجمعات هائلة على الأجراف الجبلية وشواطئ مسندم بشكل عام، وشاطئ بصة على وجه الخصوص الذي يقع في ولاية خصب، مشكلة أسرابا تكاد أن تغطي الشاطئ بأكمله. هذه طيور اللوه تزور المحافظة في فترة الصيف. نحن كقسم الرقابة البيئية بالهيئة نقوم بمراقبة الطيور وتسجيل بيانات أماكن هجرتها. يعتبر هذا الطائر طائر الغاق السقطري من الطيور المهاجرة التي تهاجر من غرب الهند وشرقي أفريقيا إلى سواحل شبه الجزيرة العربية، ويقوم هذا الطائر بزيارة محافظة مسندم في فصلي الربيع والصيف. ويميل طائر الغاق السقطري إلى العيش وفق تجمعات مجتمعية كبيرة مشكلة لوحة فنية طبيعية تضاف إلى جمال التكوين الطبيعي في مسندم، وهذا الأمر جعل من هذا الموسم فرصة لهواة التصوير في التقاط صور إبداعية تستفرد بها شواطئ مسندم عن غيرها. أسراب من الطيور المهاجرة تأتي إلى محافظة مسندم بحثا عن التنوع الأحيائي الذي تمتاز به محافظة مسندم، وجعلة منها محطة من محطات رحلاتها الطويلة. من ولاية خصب، عبد الرحمن بن علي الظهوري، محافظة مسندم.